الحقيقة اليوم هي جولة خاصة ميدانية لطرق المنطقة وبالذات للمشاريع الرئيسية. يعني مرينا على طريق أبو حدرية اللي يشهد تطور كبير وأعمال صيانة مكثفة، طريق الدمام الجبيل، وانتهينا بهذا المشروع الاستثنائي اللي هو يعني طريق صفوة راس تنورة البحري اللي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 91%. نعم، تكلمنا عن أهمية هذا المشروع جسر رأس تنورة صفوة، واللي يعني ربما واجه تحديات كبيرة لوزارة النقل، والآن شارفنا على افتتاح هذا الطريق المهم. أول شيء يعني هذا يعني في تقدير أنه مشروع فريد من نوعه لعدد من الأسباب. أولاً أنه يعني أطول طريق بحري داخل المملكة، الجزء البحري في الطريق 3.2 كيلومتر، وهذه يعني طول كبير بالنسبة للأعمال البحرية وهو الأكبر داخل المملكة. الثانية أنه هو يعني ربط بديل لخدمة يعني الساكنين والقطاع اللوجستي للطريق الوحيد الآخر، فهذا طريق بديل ومزايا يقدم خدمات، أيضا يختصر الوقت حوالي 30 دقيقة. الجانب الآخر أنه هذا المشروع فريد من نوعه أيضا من الناحية الفنية، سواء من ناحية طريقة الطريقة الفنية للإنشاءات بحكم أنه الأعمال في جزء كبير منها داخل البحر. الثاني اللي هو التحدي البيئي، المنطقة اللي موجود فيها الجسر منطقة حساسة بيئيا، فيها موائل بحرية، فيها يعني محميات مانغروف، فلذلك كان هناك يعني جهود مشتركة ما بين الوزارة ويعني الجهات الحكومية المختصة بالجوانب البيئية للوصول إلى الحلول الهندسية اللي تحافظ على الحساسية الخاصة لهذه المنطقة. الحمد لله المشروع يعني تبقى أشهر بسيطة، إن شاء الله قبل نصف العام القادم يكون يستفيدوا منه الساكنين والشركات، وتكون يعني دفعة اقتصادية لهذه المنطقة الهامة. شكرا لك معالي الوزير. شكرا جزيلا.